الإحصائية المصرية، برنامج مصر قريبة. كل سنة وانتم طيبين. الألوان الحلوة بتاعت السماء الجميلة الزرقاء والمية الجميلة الزرقاء، وكمان البحر وجمال البحر الرملة، كل ده موجود في الغردقة والاستمتاع موجود في الغردقة. طبعا مفيش أجمل من انك انت تنزل المية في الجو الحلو ده، وبالذات ان الغردقة في شهر 4 وفي أعياد الربيع بتبقى مليانة أجانب وكمان مصريين كتير بيجوا علشان يستمتعوا فترة العيد وفترة الأعياد. زي ما انتم شايفين كده الأولاد عمالة تتنطط، وأكوا وزحلقة ومية، وبيطلعوا رحلات للبحر، يعملوا دايفنج سنوركلينج، وبينبسطوا وبيقضوا وقت لطيف. تعالوا نشوف ايه المميزات اللي موجودة دلوقتي في الأوتيلات، وازاي تستمتع بوقتك في الأوتيل. ممكن ما تخرجش منه خالص وتعمل أكتيفيتيز كتير جدا جدا جوه الأوتيل، وتستمتع كمان بالناس اللي بتشتغل وتحتك بيهم، وتشوف سواء انت عربي او غيره، انك انت كمان تحتك بالشخصيه المصريه وتشوف في العادات والتقاليد بتاعتنا. تعالوا معانا، حلقه مميزه. كل سنه وانتم طيبين. أجمل فرحة العيد، فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد، جانا العيد أهو جانا العيد. مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. احنا موجودين في الغردقه الرائعه. عايزه اقول انه طبيعي جدا انه يبقى المصريين بيحبوا بلدهم، ده الطبيعي، كل واحد بيحب بلده، ده شيء عادي. لكن الغريب بقى انك تبص تلاقي اجنبي عايش في مصر وتكيف مع مصر وبيشتغل في مصر وكمان بيتكلم مصري، لدرجه ان هم بيقول لك ده دي من شبرا من كتر ما هي بتتكلم مصري كويس جدا. احنا معانا شخصيه لذيذه جدا هنتعرف عليها دلوقتي، وهي بتشتغل في اوتيل من اكبر الاوتيلات اللي موجوده في الغردقه، ريزورت كامل لانه في اكتر من اوتيل، وبتتكلم مصري كويس جدا، وحتى يعني جايبه الاكسنت المصري مظبوط. ازيك؟ الحمد لله. اتعرف عليكي وقولي لي اسمك كده ومنين ونتكلم بعد كده. تمام، انا اسمي جوليا جولداجر، انا جايه من الدنمارك. بتتكلمي مصري كويس جدا شكرا. اولا انت بقالك كام سنه هنا؟ بقالي 6 سنين. 6 سنين مش كتير على انك انت بتتكلمي مصري ممتاز. الحمد لله. اتعلمتي ازاي؟ اتعلمت في الشغل بصراحة. أنا نزلت هنا من 6 سنين سياحة، وبعد كده ابتديت أشتغل في الفنادق، فقلت ان لازم لو قدامي مثلا سنين هنا في مصر لازم اتعلم عشان عارفه اتكلم مع الناس وعارفه اشتغل احسن. بس ده معناه ان انت شاطره قوي لانك اتعلمتي بسرعه وجايبه الاكسنت مظبوط. الحمد لله، يعني معايا كام لغه برضو، فده برضو بيساعدني في الموضوع التعليم، يعني في تعليم لغه جديده. طيب انت من الدنمارك وطبعا معاكي اكتر من لغه زي ما بتقولي، ايه اللي خلاكي تختاري تيجي مصر؟ هو زي ما انا بقول نزلت هنا سياحة. الاول جاية سياحة؟ كنت جاية سياحة في 2015 اول مرة مع ماما، وجربت البلد وبجد عجبني قوي. نزلت حتى اسمها دهار وعجبني قوي. الدهر الدهار هنا في الداون تاون هنا في الغربية. بالظبط كده. ونزلت وشفت الغلابة وشفت الناس والمعاملة وفعلا عجبني قوي، فقلت لماما ان شاء الله انا اجي هنا عايش معهم 6 شهور. يعني انت مش عجبك الشمس والبحر بس، لا انت عجبك الناس اكتر؟ عجبني الناس اكتر فعلا، المعامله ما بين الناس، وهم غلبانين قوي، وواحد لو ما عندوش جنيه مثلا في جيبه عايز يساعدك في كل حاجه،
ده عاملني مبسوطه جدا. احنا في الدنمارك معامله مختلفه شويه، ناس عمليه اكتر في الدنمارك، هي ناس بارده شويه. هقول لهم انا قلت لهم عشان كده سبتهم. قولي لي، جيتي غردقه رحت حته تانيه غير الغردقه؟ انا سافرت كتير في غردقه، يعني في غردقه نفسها، وسافرت بره غردقه طبعا، رحت الاقصر، رحت اسوان، رحت القاهره، فشفت كل حاجه، شفت كل اشكال الناس، وشفت كله، يعني كله حاجات في مصر. لكن في ايه اللي عجبك في مدن تانية زي الاقصر واسوان؟ شفتي الاثار هناك عجبتك؟ الاقصر واسوان عجبني بالنسبه للكالتشر والهيستوري بتاعهم اكتر. يعني بالنسبه للقاهره ان هي فيها حاجات كتيره قوي، يعني لو انت في وسط البلد غير لو انت مثلا في جيزه غير في مصر الجديده بالظبط كده. فده اللي عجبني في القاهره، ان هو فعلا لذيذ وكله حتة مختلفة. لما قلتي بقى المنطق انا هروح اعيش في الغردقة، انا مش راجعة معاكوا تاني، قالت لك ايه؟ بصراحة هي كانت خايفة شوية، بس هي عارفني كويس جدا وعارفة ان انا بحب اسافر. اول مرة سافرت كنت عندي 15 سنة وسافرت امريكا لوحدي، فهي عارفة ان انا بحب كده يعني. فهي قالت لي خلي بالك من نفسك وترجعي بالسلامة ان شاء الله. بتجيلك بقى زيارات هنا؟ هي موجودة دلوقتي. احنا بنسلم عليها كتير لانها كمان ربت بنت حلوة وشاطرة. خلينا نتكلم عن شغلك، لان احنا اول ما ابتدينا ندور على المدير واتكلمنا قال جوليا وما فيش غيرها، هي اللي هتعرف تتعامل مع الناس كويس، وده حقيقه. وكانك صاحبه البيت، يعني انت بتتعاملي مع ناس اكنك صاحبه بيت. فاحكي لنا كده عن خبرتك هنا بقى في الشغل، بتحتكي بالناس ازاي، المشاكل اللي انت بتقابليها، وازاي بتتعاملي بقى مع الناس اللي تحتيكي في الشغل. تمام. اهم حاجه في الشغل طبعا اهم التاسكات ان انا ايه عارفه ان الزبون لما هو يجي من اول ثانيه بسلم عليه، بحاول تبقى يكون هو حاسس ان هو فعلا داخل بيت، بحاول ان هو جاي زبون وماشي صاحب، يعني صاحب الفندق وصاحب الناس. فاهم حاجه في شغلي طبعا الموضوع ده. احنا طبعا بنتقابل مع يعني ناس من كل البلاد، يعني من المانيا، من سويسرا، من الصين، من امريكا، فبنشوف ناس مختلفه طبعا كل يوم. فبنحاول نشوف يعني لو في اي مشكله، لو مثلا الزبون اشتكت من اي حاجه ايا كان، يعني هو غصب عنه برضو، لو مثلا مش عاجبه الاكل هكلم الشيف، هقول له الشيف تعملوا اكل سبيشال، لو عنده حساسيات مثلا بتبلغ برضو بالظبط وبنعمله اكل سبيشال. بنحاول بس ان الزبون يبقى انبسط معانا جدا جدا جدا، واهم حاجه ان هو يرجع تاني. وبيرجعوا ناس كتير بتكرر انها تيجي مره واتنين؟ في يعني ريبيت كاستمرز يعني كتير قوي، في ناس بيرجعوا مره مرتين في السنه، وفي منهم برضو ان هم قاعدين مثلا شهر بيسافروا بيرجعوا تاني، بيقعدوا هنا مثلا 5 شهور يعني في السنه. وبالذات انه كمان بعد الحرب او وقت الحرب دي الاسعار زادت قوي قوي، فالقعده بقت مكلفه عشان الغاز وكده. فعلا في اوروبيين بقوا اكتر بيجوا الغردقه؟ في نفس الارقام؟ هي مش نفس الارقام، بالذات دلوقتي ال3 شهور اللي فات طبعا عشان الجو برد بره، فهما كانوا بيجوا هنا بيسكنوا هنا عشان الاسعار مش زي بره. يعني احنا بنقول ان الاسعار زادت، زادت، بس بره زادت اكتر من كده. يعني احنا مش فاهمين اصلا اللي بيحصل بره، والغاز زاد 3 مرات او 4 مرات، يعني برضو هما مش عارفين يجيبوا اكل او يجيبوا غاز او ميه من حته، فهنا طبعا احسن. We'll be right back.
الاوتيل هنا بيختلف عن اي، انت عارفه كل اوتيل وبيبقى ليه شكل وبيبقى ليه طريقه في التعامل. انا شايفه حتى بعض الديكورات حاطين فيها خشب، عاملين فيها شكل شويه مصري بقدر الامكان. الاوتيل هنا بيقدم خدمه شكلها ايه مختلفه عن اي اوتيل تاني؟ بتعملوا ايه؟ هو الخدمات هنا في الفندق بيختاروا طبعا، يعني في حاجه مختلفه هنا في الفندق. انا اشتغلت في فندق تاني برضو، فانا مثلا هقول لك، انا شايفه ان الناس فريندلي قوي، كل اللي بيشتغلوا فريندلي قوي، بيرحبوا بالناس، بيتعاملوا مع الواحد اكنهم يعرفوه من زمان. شايفه الاكلات، مطاعم كتير قوي عندكم هنا. احنا عندنا 6 مطاعم، فطبعا يعني الحاجه دي مختلفه برضو، عشان في فنادق تانية ممكن هتلاقي 3 مطاعم وهما مش اول انكلوسيف، فاحنا هنا بناكل وبنشرب يعني 24 ساعه، فده طبعا مختلف عن الفنادق التانية في غردقة، مش هتلاقيه ده كتير. وبرده طبعا احنا بنعامل مع الزبون زي ما هو، يعني ايه صاحب بتوعنا، بس برده بروفيشنالي، فبندي يعني خدمات كويسة فعلا. طب قولي لي، الاوتيل هنا كل شويه بيطلع حاجات تكنولوجي جديده اللي هي التحول الرقمي او ديجيتالايز، بتحولوا الامور للحجز عن طريق النت، وده حاجه انا شايفه انها ظريفه جدا، انت شايفاها ازاي؟ لانه كان زمان شركات السياحه هي اللي بتحجز وكان الموضوع فيه روتين اكتر، دلوقتي بقى كل حاجه عن طريق الكمبيوتر او عن طريق كمبيوترايز. الموضوع كله كمبيوترايزد، يعني انا شفت ان ده يعني بنلاقي اكتر دلوقتي، بس في نفس الوقت احنا بنحاول ان لسه الجست كونتاكت يكون موجود، عشان ده اهم حاجه. انا لو زبون مثلا كلمني من عن طريق الايميل، ايوه هعرف هو يعني مشكله بتاعته ايه، بس ما فيش لما يبقى احتكاك بينك وبينه مباشر. بس احسن لما انا بشوف الزبون قدامي وبقوله مثلا، وهو شايف ان انا اسفه جدا او انا بتمتصي غضبه يعني بنطبطب عليه، ويعني بنشوفه في حقيقه، ده اهم حاجه. وده احنا بنقوله ان حتى لو كل حاجه بتتحولت لرقميه، برضه فكره ان العامل الانساني عليه دور كبير، الانسان في التعامل المباشر بيبقى طبعا، بالذات في شغلانه، يعني احنا ك جيست ريليشن او جيست اكسبيرينس لازم يعني نحافظ على الجيست كونتاكت، ان انا شايفه زبون شايفني، هو عارف انا مين، انا عارفه وشه وهو عارف وشي، ومرتاحين مع بعض، ده اهم حاجه. حصلك مواقف صعبه او مواقف كوميديه قبل كده، حاجات تضحك؟ حاجات حصلت صعبه. انت في الاول عملتي ايه؟ كنت حاسه بايه اول ما ابتديتي شغل؟ ما قلتيش ايه ده يا ريتني رجعت تاني، ده في موقف الناس دي مش متعوده عليها، انا مش فاهمه منهم حاجه، لغايه ما اتعلمتي العربي؟ لما ابتديت طبعا كان صعب قوي. انا اشتغلت في السياحه في الدنمارك، هي مختلفه تماما عن السياحه هنا. ازاي مختلفه؟ زي ايه اللي بتعملوه؟ هو هناك في نظام كتير، هنا ممكن شخص يلاقي نفسه ان هو ايه، ما فيش نظام فعلا، لازم احط نظام، لازم اعمل كل حاجه من زيرو. ده اللي انا شفته من اول خالص لما ابتديت في الشغل الاول. بس بصراحه يعني هنا مثلا انا جيت من فندق تاني، فلما ابتديت هنا فعلا شفت الفار، يعني لو انت بتشتغل مثلا في فندق صغير وبتيجي ريزورت، لا دي فعلا بتفرق، نقله كبيره والتعامل طبعا، واعتقد كمان مشاكل بتبقى اكتر والناس بتبقى اكتر واحتكاك بيبقى اكتر، لكن الخدمات بتبقى ارقى، في احلى خدمات، وده بيحاول الزبون يكون مرتاح اكتر. انا عندي حاجات في ايدي ان انا ممكن اعملها عشان يعني الزبون يرتاح ومرتاح وكويس ومبسوط، لكن في الفنادق الصغيره ممكن ما فيش الامكانيات دي، كل الامكانيات اللي تبقى في هوتيل كبير. قولي لي، انا عارفه ان انتوا عندكم كونسبت ادلتس، في كونسبت الاطفال او الاسره، فاحكي لنا كده على الافكار المختلفه اللي موجوده في الاوتيل، انت بتعرضيهم كمان ازاي على الجست؟ هو برضو في حاجات مختلفة في الادلتس اونلي كونسبت، في فندق فيها اطفال وفيها مثلا ووتر بارك بالظبط كده، فطبعا كل شخص ليه طريقة او بالظبط كده، فاحنا فعلا يعني احنا كفاميلي او كريزورت 3 مع بعض، في اختلاف، بس كله زي ما بقول كله زبون ليه، هو بيختار اللي هو عايز، هو زي عامل زي لسه يعني لسه في اكسس ما بين الفنادق،
فاحنا بنشتغل مع بعض internally ان الزبون ممكن يروح فندق تاني يشوف فندق تاني، وممكن الاجازه اللي جايه يختار الفندق ده بس هيجي هنا. فاحنا بنخلي الزبون دايما على طول ما بيننا بعض ما يخرجش من الريزورت. بالظبط كده، احنا بنحاول نخلي الزبون ما بيننا بعض. هو مثلا يجي هنا يسكن في الفندق اللي جنبنا يقول لا هنا فعلا احسن، بس هو كده كده بيروح هناك وعارف ناس هناك، فهو حاجه لذيذه. احنا زي يعني ايه يعني زي بلد ذات وصلك. انتوا في كل حاجه. روحتي المتحف اللي هنا، المتحف اللي في الغردقه، المتحف اللي فيه اثار ده، متحف الغردقه. رحت. وممكن تنصحي الناس انهم اللي يقول لك انا عايزه اقضي ايفنت حلو وعايزه اروح حته جديده، بتنصحيه يروح المتحف؟ يعني بيحكي تاريخ مصر كلها لغايه العيله، الاسره العلويه، يعني حاجه عندنا احنا ايام محمد علي، فالفكره حلوه. صح، وده خطوتين منكم. خطوتين بجد. هل ممكن لو جالك عريس مصري توافقي؟ هو بالنسبه لي انا متخيله ان اكيد هيبقى فيها لسان كتير. بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله، يعني ما عنديش مشكله في الجنسيه، هو بس يكون فاهمين بعض وعايزين نمشي في نفس الطريق. انت مش حاطه، مش فارق معاكي مين، المهم انه يبقى شخصيه بتتفاهم معاكي. طبعا شخصيه كويسه، دماغه كويسه، يكون ايه فاهمين بعض، ده اهم حاجه، مرتاحين مع بعض. لكن انت لو جيتي قلتي الشخصيه المصريه فيها مميزات كذا، انا مش بتكلم على الرجل بس، بتكلم على ده سؤال هزار يعني، لكن اللي بتكلم عليه انه ايه اللي بيميز الشخصيه المصريه عن مثلا اي بلد تاني؟ هو الحاجات الحلوه هنا في مصر ان العائله مع بعض على طول، هم جنب بعض عايشين مع بعض لغايه ما الولد يتجوز قاعد في البيت معاه. بالظبط كده، فدي حاجه مختلفه طبعا، عشان انا عايشه هنا 6 سنين وقبل كده عايشه 4 سنين لوحدي بره،
فانا بحب الموضوع ده، انا بحب ان المصريين مع بعض في البيت وبيطبطبوا على بعض، ولو في اي مشكله انتوا واقفين جنب بعض. احنا اسمنا عاطفيين، احنا عندنا العاطفه زياده، عاطفه زياده، عاطفه زياده. فده الحاجه الحلوه عندكم يعني بصراحه، ده برضو اللي بتخليني ممكن افكر ان انا ممكن فعلا اختار واحد مصري، انا ما عنديش مشكله في كده. طبعا الناس بتصعق لما بيلوكي تتكلمي مصري يعني. محدش بيصدق. لا محدش بيصدق، وبيقولوا ايه ده باباكي مصري او ماما مصريه. او بقول لهم لا، طب انت ازاي بتكلمي كده؟ بقول انا لازم اتعلم لو انا عايزه اعدي. لكنها تحدي كبير يعني، هي اصلا اللغه العربي صعبه زي الياباني كده، في كذا ديكشنري وفي الكلمه واحده ليها 3 4 5 كلمات تانية زيها، فصعبه مش سهله. هي صعبه، صعبه جدا، وانا مبسوطه. عملتي تحدي. انا فعلا مبسوطه ان انا اتعلمت اللغه عشان برضو يبقى فاهمه ايه اللي بيحصل ورايا، اللي بيحصل قدامي، مين بيتكلم على ايه. ولما جيت مثلا اشتريت شقتي برضو، ده اشتريتي شقه هنا، ده ساعدني جدا 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 على الموضوع فعلا. انت بتتكلمي عربي؟ ما حدش يقدر يضحك عليكي بقى. طبعا طبعا مفيش الكلام ده. لكن قولي لي، سافرتي مدن تانية يعني؟ سمعتي عن سيوة، سمعتي عن دهب؟ نفسك لازم تروحيها على فكرة، هتنبسطي. انا عايزة اروح. من سنتين رحت الساحل، عجبني قوي، قلت ايه ده مالديفز يعني في مصر. احنا عندنا حاجات حلوة قوي في مصر، مش محتاجين. شفتوا عندنا دي يا جماعة؟ شفتوا عندنا في مصر دي؟ عندنا في مصر، انت بقيتي مصرية كتيرة وحلوة بجد يعني. في حاجات كتيرة ممكن نروح نشوفها، ابو سمبل، في سيوة، في ساحل، في مرسى مطروح، في حاجات كتيرة قوي. فاحنا مش محتاجين نسافر بره. لا فيها شمس. احسن حاجة، احسن حاجة ان في شمس. دنمارك تلج. تلج فعلا، وفي تلج 300 يوم في السنه يعني. احكي لي ايه الاماكن الحلوه في الدنمارك؟ الاماكن الحلوه في الدنمارك في قليلين. انا لا، الدنمارك بلد صغير، احنا عندنا 5.5 مليون، فاحنا زي شارع في الشبرا كده، صغيرين جدا 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 وفلاحين شويه. بس في جنينه كتير في الدنمارك، هي الزرقاء كلها زرقاء، فدي الحاجه الحلوه. انت بتروح مثلا بره البيت وانت مش بتسمع ولا صوت ولا توك توك ولا دك تك ولا اي حاجه، هاديه، دوشه خالص. شكلك بتحبي الدوشه. يعني بحب الدوشه وفي نفس الوقت ما بحبهاش يعني، لما بروح البيت يعني ما بحبهاش. بس يعني هي برضو حلوه عشان انت مش بتقعد مع نفسك، ويعني حاسس ان في اكلات. ايه بقى اكلتي؟ بتاكلي اكلات مصريه؟ اكلت كتير طبعا. انت ممتاز. محشي. انت ممتاز، انت خدتي خلاص الجنسيه المصريه. الحمد لله، الحمد لله. محشي. طب حاولتي تعملي حاجه فيهم؟ يعني انت تطبخي في البيت قاعده لوحدك تعملي اكل؟ انا بطبخ يعني، لما انا مش في الشغل بطبخ، بحاول. جربت المره اللي فاتت بطاطس بالصلصه، كانت حلوه والله، كانت لذيذه. بصل وصلصه وكل حاجه، بكل الحاجات. هي نايف ناي، هي كله حاجات على بعضها، وكانت حلوه، عجبني قوي. فهجرب كده واحده واحده يعني. ممكن مره من المرات تلاقيكي بتقوري بتنجان وبتحطي جواه رز وبتعملي محشي. صعب ان شاء الله. عايز فراغ، عايز تفاصيل. لسه جاي في طريق ده، عايز اتعلم. لكن الكشري اكله نباتيه حلوه. حلوه. كشري طعمه حلوه. لا انتوا عندكم بصراحه الاكل رهيب يعني، لحمه بلدي وفي حاجات كتيره. انا مبسوطه جدا اولا ان انت عايشه معانا هنا في مصر، لانك مخليه الغردقه احلى، عشان تبقي عارفه الغردقه حلوه بيكي. ومبسوطين ان انت اتعلمتي بسرعه، ومش عايزينك تسيبي مصر ابدا. خدي بالك انت بقيتي خلاص واحده مننا. اخذت الجنسيه. بالظبط. عايزينك تفضلي عايشه بقى معانا على طول. ميرسي يا جوليا كتير، والاوتيل حلو بيكي فعلا يعني، هم كسبوكي جامد يعني بجد، انت مكسب ليهم. ميرسي قوي، ميرسي قوي على وقتك. ميرسي.